مباراة قمة زي ما أي حد بيقول طبعا، ما بين طرفين بيتنافسوا دايما على كل البطولات اللي في مصر. لعبتي نزلت أصلا وهي مركزة في المباراة، وقدامها حافز واحد من وراء مجلس إدارتها وأعضائها وكل جمهورها اللي عايز منها أصلا يحقق بطولة، وكانوا حاسين بالكلام ده كويس قوي ومقدرين وتقدير المسؤولية بتاعتهم. وبالتالي من أول مباراة استحوذوا على المباراة، خلى بعد كده إن المباراة تبقى زي ما يقول مسؤولين عن رتم المباراة. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى تمامها بنجاح. مبروك لعيبتي، اضافه بطوله جديده ليهم وللجيل ده بالبطولات اللي هو بيحققها. اتمنى لهم ان شاء الله في البطوله اللي فاضله لهم في الموسم ده الاسبوع الجاي يحققوا فيها اخر حاجه ان شاء الله. طبعا الحمد لله رب العالمين على توفيق ربنا. بنبارك المجلس وجمهورا اللي احنا عارفين ان هو زعلان مننا في ماتش السوبر، بس الحمد لله النهارده قدرنا ناخد مباراه كويسه جدا من اول مباراه الاخيره احنا متسيدينها. حصل دروب شويه الشوط الثاني، لكن الاولاد الحقيقه بذلوا مجهود كبير، كلهم كانوا متفوقين على نفسهم، كلهم كانوا حافظين المباراه، كانوا مركزين في التعليمات. جت كام كره كده الشوط الثاني في عرض وشافها السكور قل شويه، لكن طبعا اهم حاجه في الاخر حققنا الفوز بالمباراه، فوز بطوله الدوري اللي كانت صعبه جدا، وخصوصا ان احنا يعني كنا متاثرين شويه بمباراه السوبر، كنا حاسين ان احنا الاحق مباراه السوبر، لكن في كان حاله عدم توفيق، وكنا زعلانين قوي 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 على زعل الناس في النادي الاهلي، اعضاء وجمهور ومجلس اداره. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده، قدرنا نفرح الناس تاني، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ان كمان نحصل على بطوله الكاس باذن الله. طبعا الحمد لله على كل شيء. ماتش الاولاني اللي فات كان ماتش فيه حبه اخطاء، احنا اتشدينا مع التحكيم مع لعب فريق الزمالك، هم قدروا يطلعونا عن تركيزنا، بس الحمد لله ماتش عدى، فرقة ركزت، عهدنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نخسر. فريق الحمد لله مش ناقصه حاجة، متكامل، الروح موجودة. عمر النادي الاهلي ما فيه لعيبة في فريق ما عندهاش روح. احنا تعودنا ان احنا النادي الاهلي علمنا ان احنا روح الفانيلا الحمراء موجودة، بنموت نفسك. التوفيق ده بتاع ربنا، ان هو ربنا ما اردش ان احنا نكسب. في اخطاء وارد، كل الناس بتغلط، بس ما اعتقدش ان في حد في الفريق هنا عندنا ان هو في تخاذل، في استهتار، ما فيش الكلام ده كله. هو ممكن يكون لو ضايع حاجة ممكن يكون هو عايز يأكدها بزيادة، فهي دي بس المشكلة ودي الأخطاء اللي بتطلع عندنا. احنا الحمد لله قدرنا نعالج الأخطاء، قدرنا ناخد الماتش واحدة واحدة. زي ما انتم شايفين الماتش كان فارق سكور طول الماتش، سكور 7، هو في الآخر بس طبعا مع تعب مجهود قل التركيز ده طبيعي بيحصل. الحمد لله ان احنا قدرنا نسيطر على المباراه وان احنا نكسب بالدوري. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على المباراه، الحمد لله على الدوري. ده مجهود سيزون كامل بالنسبه لنا. الماتش اللي كان من يومين ما حلفناش توفيق، ماتش السوبر ما حلفناش توفيق، اللعيبه ما قصرتش. ولازم الناس كلها تعرف فايز اما لو ضيع كوره في الاخر ولا حاجه، هو فايز ده نجم الفريق بالنسبه لنا، واحد شايل المكان ده بقاله اكتر من 7-8 سنين، واحد جاب لنا بطولات كتير، هو هداف الدوري في بطولة الدوري كلها، هو هداف الدوري، توب سكورر معظم الماتشات. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله عليك. اخطاء كان فيها اخطاء حتى لو بسيطه، بس كان فيها اخطاء. الماتش اللي فات اتشدينا شويه مع الضغط العصبي، كان يعني مستعجلين الفوز، الماتش كان عنيف، فخرجنا بره تركيزنا اكتر. الماتش صلحنا كل الكلام ده. الشوط الاولاني كان باين السكور كان وصل 9، واحنا عارفين احنا احسن يعني. وحابب كمان عايز اشكر جمهور، عشان احنا جالنا كام رسائل دعم اليومين اللي فاتوا دول. طبيعي الناس بعد ما نخسر ماتش طبيعي الناس تزعل، يعني مش حاجه بالنسبه لي غريبه، لان احنا كمان بنبقى زعلانين وكلامهم بيوصل، لكن اليوم خلص كان كل الناس بتدعمنا، الناس بتبعت لنا، كل الكلام ده وصلنا واحنا حاسين بيه واحنا حاسين بالناس، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على المكسب اول حاجه وعلى الاداء. الفرقه النهارده ادت اداء فعلا فريق النادي الاهلي، الناس كلها ملتزمه بالتكتيك الخططي وملتزمين بكل حاجه في المباراه، وتعب موسم كامل. انت شفت الدوري ده يعتبر انا بقالي كتير جدا، هو اصعب دوري فعلا بقاله فتره كبيره جدا تلعب.